السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. رانا 11 سبتمبر 2019. حاوتي حبيت برك نوجه هذه الرسالة للمير تاع دار البيضاء. بون نتواجد كيما محكمة تاع دار البيضاء، هذه المحكمة جديدة الله أعلم عندها عامين هكذاك، عامين ثلاث سنين. وحاجة اللي حبيت نقولها حاوتي، كنت تشوفوا هنا الدولة يعني ما شاء الله دارت محكمة حاجة مليحة شابة ونقية. صح المشكلة هنا يعني هذه الرسالة نوجهها للمير تاع هذا اللي تابع هذه البلاصة، ما على باليش واش من بلدية ولا مادام خاوتي يعني الدولة دارت محكمة لهنا قلنا ما شاء الله. بصح خاوتي يعني تشوفوا، شوفوا الطريق لهنا شحال واعرة. الطريق هذا يعتبر طريق يعني شبه سريع، هذا طريق وطني بكري، هذا هو الطريق اللي دخل العاصمة للناس الشرق، يعني هذا طريق الشرق بكري، هذه هي طريق قبل ما تكون لوطوروت. صح حنا نشوفوا كي داروا المحكمه ما داروا لا رونتيسور لا والو، يعني ودوك الناس لو يقطعوا منا ولا دونجي على البيبليك. دوك واحد باش يقطع من هاد التروطوار باش يروح للمحكمه يعني راح يريسكي، ما كاين لا دودانا، ما كاين باسرال، ما كاين باساج كلوتي، ما كاين والو. يعني سبحان الله كيف حتى يجي دوك مواطن يوري للمير هذا الخطا، هذا الخطا التقني لهم اللي كديرينو، ولا يستناو حتى يموت كاش واحد في لوطوروت هذه ولا شبه طريق سريع باش يديروا حل. ما لنا نوجه نداء يعني للمسؤولين. وكما كنت تشوفوا خاوتي هذوك المحكمه سبحان الله فيها رئيس المحكمه، فيها لي بروكيرور، يعني ما شافوش باللي راهي تخص حاجه لهنا ما داروهاش. هذا واش حبيت يعني نقدم. ودوك رانا مع الصباح يعني ما كانش الناس لم يقطعوا، صح يعني حاجة مهمة باش يلقاو حل هاد الطريق هذه، باسكو الطريق واعرة هاد الطريق، والناس هنا في العاصمة يعرفوها بلي واعرة، هذه الطريق تاع العالية. والسلام عليكم.